بين عشية وضحاها انقلب الحال داخل القلعة الحمراء. على الرغم من فوز المارد الأحمر بخمس بطولات في عين العدو، إلا أن حملة إقالات كبيرة جدا انتابت النادي الأهلي خلال الساعات الماضية، والتي بدأت بإقالة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، والذي كان ذلك بمثابة مفاجأة كبيرة جدا جدا لكل الجماهير. أحمد أبو عبلة الذي ارتبط بعلاقة حب كبيرة مع جماهير النادي الأهلي، فعندما تم تعيينه بدأت الإصابات تقل قليلا. استطاع مع مارسيل كولر أن يروض إصابات بيرسي تاو والكثير من اللاعبين. على الرغم من تعرض أكرم توفيق وكريم فؤاد إصابتين بالرباط الصليبي، وأكرم منهم مرتين وكريم مرة واحدة، إلا أنه نجح أن هو يحجم الإصابات بشكل كبير جدا. ومؤخرا تمت إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي في واحدة من المفاجآت القوية التي دلدلت النادي الأهلي وقلبته رأسا على عقب. سيد عبد الحفيظ الذي قاد الفريق بحنكة ودهاء وخبرات كبيرة على مدار المواسم الماضية، وكلل مجهوداته في نهاية الموسم المنتهي خمس بطولات في عين العدو. سيد عبد الحفيظ أقيل، هذا بات أمرا واقعيا، وبات خالد بيبو هو مدير الكرة الحالي في النادي الأهلي. ولكن ما هو السبب الحقيقي والذي لا يقبل التشكيك لإقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ في الحقيقة إن البعض طلع وقال أسباب كتير جدا جدا لرحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، ولكن من وجهة نظري السبب الوحيد الذي لا يقبل التشكيك هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق. بالظبط، هو مارسيل كولر. ان مارسيل كولر حتى لو ما كانش صاحب قرار إقالة الكابتن سيد عبد الحفيظ، فعلى الأقل كان يملك الحق في الاعتراض على قرار لجنة التخطيط أو مجلس الإدارة في إقالة أحد أعضاء جهازه الذي يدير معه الفريق الأول. النادي الأهلي، وهذه معلومة مؤكدة، يلبي كل طلبات مارسيل كولر. لا يوجد طلب للمدير الفني لم يتم تلبيته حتى الآن. وما أعلمه أن العديد من أعضاء جهاز مارسيل كولر لا يزالوا تحت الاختبار، ولا يزالوا حتى الآن استمرارهم في الموسم الجديد محل شك، وهذا لا ريب فيه. مارسيل كولر عندما عرض عليه الكابتن الخطيب إقالة سيد عبد الحفيظ، فكان يمكنه أن يرفض ويتمسك بهذا الرجل، ووقتها كان الكابتن سيد عبد الحفيظ سيستمر مع مارسيل كولر لأنها رغبة ربان السفينة، القائد الذي يقود سفينة النادي الأهلي. ولكن طالما تمت إقالة الكابتن سيد، فإن لم يطلب كولر فعلى الأقل هو وافق بذلك. لكن في النهاية أصبح الكابتن خالد بيبو مديرا للكرة. نتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي، ونتمنى أن يستمر النادي الأهلي في حصد البطولة.